مرحبا يا أطفال، يا حلوين، كيفكن؟ أكيد أنتو هلأ نعسانين وحابين أنكم تسمعوا حكاية. وهلأ أنا اليوم رح أحكي لكم حكاية كتير 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 حلوة. بس قبل ما بلش الحكاية، بتقولوا للبابا أو الماما أو للي شغل لكم الفيديو أنه يشترك بالقناة ويعمل لايك ويشارك الفيديو مشان يوصل لأكثر عدد ممكن من الأطفال ويسمعوا هي القصة الحلوة. تمام؟ اتفقنا. يلا هلأ رح نبلش الحكاية، والحكاية اسمها قصة الأقزام وصانع الأحذية. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في واحد رجال كبير عنده محل وبيصنع فيه الأحذية، يعني بيخيط الأحذية، بيعمل الحذاء وبيخيطه هو عنده بالمحل. فهذا الزلمة كان كبير بالعمر وكان يشتغل يعني على قده، وكان وضعه المادي يعني ما كان معه مصاري كتير، كان يشتغل بس على الخفيف، كان يخيط كل يوم حذاء ويبيعه، تاني يوم يروح يشتري مرة تانية، يشتري جلد ويشتري قماش مشان يصنع الحذاء ويرجع على محله تاني يوم يصنع الحذاء. بس يوم من الأيام هذا الرجال الكبير ما عاد معه مصاري كتير، لأنه مثل ما قلت لكم هو رجال كبير بالعمر، ما بيحسن أنه يشتغل كتير ويصنع كل يوم مثلا أكثر من حذاء 2-3، فكان يصنع كل يوم حذاء. بس بعد فترة من الزمان خلصوا المصاري اللي معه، ما عاد خرج أنه يروح يشتري مثلا قماش ويشتري جلد مشان يصنع الأحذية. بس آخر شيء شو صار؟ زاد معه حق حذاء واحد، يعني بيحسن يروح يشتري مثلا جلد ويشتري بضاعة ويشتري مشان يرجع تاني يوم ويخيط الحذاء هذا ويبيعه. هذا اللي زاد معه بس. فشو صار؟ راح هذا الرجال اشترى الجلد واشترى القماش واشترى كل شيء مشان بده يخيط الحذاء. بعد ما رجع على المحل اجى عم يقص الجلد ويقص القماش مشان عم يفصل بده يساوي الحذاء. قام تعب، حس حاله انه تعبان، فشو قال لحاله؟ قال لحاله خلص انا هلا قصيت القماش وزبطته، حروح انا على البيت هلا انام وبكره الصبح بجي وبصنع وبساوي وبخيط هذا الحذاء. والله حمل حاله، سكر المحل وراح على البيت. راح على البيت قبل ما ينام صلى ركعتين، راح هيك على الصلاة صلى ركعتين ودعا رب العالمين وقال له يا رب تكرمني وتساعدني وتعيني يا رب، انت بتعرف وانت عالم بحالي يا رب. فدعا رب العالمين وقال له يا رب تساعدني. والله وراح نام. فز تاني يوم راح على المحل مشان بده يفتح المحل وبده يخيط الحذاء اللي جاب مبارح القماش تبعه والجلد. فات على المحل طلع هيك لقى الحذاء مخيط وجاهز وحذاء بجنن كتير 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 حلو شكله. طلع هيك استغرب انه كيف هيك، مين اللي خيطه لهذا الحذاء؟ انا ما خيطته، انا مبارح قصيت القماش وقصيت الجلد وتركته، مين اللي خيطه؟ استغرب. المهم وهو قاعد بالمحل عم يفكر انه مين اللي خيطه، اجا زبون. فات زبون لعنده قال له مرحبا، قال له اهلين، قال له هذا الحذاء كتير حلو والله. قام طلع فيه هيك هذا صانع الأحذية قال له ايه بالفعل كتير حلو. قام قال له هذا الزبون، قال له انا بدي اشتريه منك وقديش بدك حقه؟ بعطيك حقه. والله راح هذا الخياط باعه الحذاء بسعر منيح وربح فيه وانبسط كتير هذا الزلمة الكبير الخياط تبع الأحذية. استغرب بس باعه الحذاء ومشي الحال. راح اشترى بعدين كمان اشترى قماش واشترى جلد، وكمان نفس الشيء رجع على المحل قص الجلد وقص القماش وتركه، قال لحاله بده يروح على البيت وبيخيطه تاني يوم. والله قصه وخلصه على 24 وراح لوين؟ راح على بيته. كمان نفس الشيء صلى ودعا رب العالمين وقال له يا رب شكرا لك انك ساعدتني، وانا ما بعرف مين هذا اللي خيط الحذاء، بس يا رب شكرا لك انك ساعدتني. وصلى وبعدين نام. فز تاني يوم هذا الخياط، راح على المحل فتح المحل، كمان نفس الشيء طلع هيك لقى القماش والجلد اللي جابه قبل بيوم واللي قصه كمان لقاهم مخيطين
ومعمول منهم حذاء. هذا الرجال استغرب كتير، قال يعني عن جد غريبة، شو عم بيصير؟ يعني غريبة، مين هيك اللي عم يساوي؟ بدي أعرف مين هيك عم يساوي. المهم جاء زبون كمان رد باعه لهذا الحذاء، باعه بسعر منيح كتير، والأحذية اللي عم تتخيط كتير حلوة، يعني شغلة كتير حلو. المهم باع هذا الحذاء وراح اشترى كمان بحقه بضاعة وكمان، وراح على المحل وكمان نفس الشيء عمل، كمان خيط القماش وزبط القماش وتركهم ورجع على بيته. كمان هيك صلى ودعا رب العالمين وتشكر وقال له شكرا لك يا رب ونام. وفز تاني يوم الصبح كمان راح على المحل، فات ولقى كمان مخيطين له حذائين. يا الله انبسط كتير انه شو عم بيصير، يعني استغرب انه شو عم بيصير. المهم باع هدول الحذائين وضل فترة طويلة عم يساوي كل يوم هيك يجيب بضاعة يخيطهم ويتركهم هيك، لحتى صار الرجال غني، صار معه مصاري كتير من وراء هاي الشغلة. بعدين بعد ما صار غني قام هو ومرته شو قالوا؟ قالوا والله نحن بدنا نعرف مين اللي عم يخيط الأحذية هاي، مين اللي عم يخيطهم، بدنا نعرف مين اللي عم يخيطهم. والله شو ساو؟ راح جاب قماش، قص القماش وزبطه وسكر المحل، وعلى أساس أنه هو راح على البيت، عمل حاله أنه هو راح على البيت، بس هو ما راح على البيت، اتخبى مشان يشوف مين اللي عم يفوت على المحل ومين اللي عم يخيط هدول الأحذية، بده يعرف مين. المهم ضل عم يستنى هيك لحتى صار الليل، قام لقى في 2 أقزام. أقزام شو يعني أقزام؟ يعني بيجوا هيك قصار، أشكالهم قصيرة كتير، رح أتركهم هلأ الصورة شوفوا كيف تجي أشكالهم. لقى 2 أقزام ما عندهم أواعي، عم يفوتوا شارحين كل أواعيهم، ما عندهم أواعي ولا عندهم شي، فايتين هيك ما عندهم شي، عم يفوتوا من الشباك على المحل يخيطوا الأحذية ويخلصوهم ويروحوا ويرجعوا يطلعوا. فهذا الخياط هو ومرته زعلوا على هدول القزمين، انه هدول القزمين هن اللي عم بيساعدوه وما عندهم أواعي وشارحين كل أواعيهم وما عندهم أواعي، طب ما عم يبردوا، كيف هيك، ليش هيك، يعني حرام. فشو قرر هذا الرجال ومرته؟ قرروا انه يفصلوا لهم أواعي، يخيطوا لهم أواعي لهدول القزمين ويخيط لهم حذائين ويترك لهم ياهم بالمحل تاني يوم مشان يجوا ياخدوهم ويلبسوهم، لأنه هن عم يساعدوا، فهو انبسط منهم حب أنه يساعدهم. قام راح هذا الخياط، والله شو سوى، مرته خيطت أواعي لهدول القزمين وزبطت لهم أواعي، وهو خيط لهم حذائين وزبط لهم حذائين لهدول القزمين. وشو سوى، حطهم بالمحل بالليل وحط القماش كمان وسكر محله وراح تخبى مشان يشوفوا انه بدهم يجوا رح يلبسوا الاواعي ويلبسوا الحذاء. والله بعد ما صار الليل اجوا هدول القزمين، فاتوا على المحل، طلعوا هيك لقوا الاواعي ولقوا الحذائين. يا الله انبسطوا كتير كتير كتير، انه شو هاد، كتير حلوين، لبسوا الاواعي ولبسوا الحذائين وصاروا يرقصوا هو وهن الاثنين وفرحوا كتير، وقعدوا هيك احتفلوا وخيطوا الحذائين وخلصوا وراحوا. بعد ما راحوا اجى الخياط تاني يوم على المحل، فتح المحل، طلع هيك انبسط كتير انه شافهم مبارح انه لبسوا الاواعي ولبسوا الاحذية، وانبسط كتير انه عمل معهم هيك، بس هو ما ورعهم حاله مشان ما يخافوا منه، عرفتوا؟ مشان ما يخافوا منه ما ورعهم حاله. المهم شو ساوى هذا الخياط، خيط كمان مثل العادة وسكر محله وراح. اجى تاني يوم على المحل لقاه هون ما اجوا، ليش؟ لانه هون توتي خلصت الحتوتة، خلص هن ساعدوه صار معه مصاري كتير كتير، وهو كمان ساعدهم وعطاهم اواعي وعطاهم احذية وانبسطوا وفرحوا كتير، وخلص عرفوا انه هن ساعدوه وهو ما عاد ناقصه شيء، وراحوا بعدين ما عاد رجعوا على المحل. وتوتي خلصت الحتوتة. هاي الحكاية كانت تبعي لليوم، ما بعرف إذا أنتوا لساتكم فايقين وعم تسمعوني، إذا عم تسمعوني اكتبولي بالتعليقات
أو خلوا البابا أو الماما يكتبوا بالتعليقات أنتوا شو حسيتوا وإذا حبيتوا هي القصة. تمام، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك مشان أنا كل ما نزل حكاية جديدة توصلكم هي الحكاية وتسمعوها. تمام، يلا تصبحوا على خير، باي.